السلام عليكم الاخوان الاخوات كاع الناس اللي متبعين هذه الصفحه صفحه البجعديه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نتمنى تكونوا مرتاحين وانتم تتفرجوا في هذا اللايف. المهم الناس اللي كتسول عليا، الناس اللي كتسول فين وصلتي، شنو درتي، كيفاش توصلتي، اين دوله غتمشي، هذا اللايف ان شاء الله درته باش نقول لكم كل شيء. شدينا الطريق من الحد ديال اوكرانيا حتى للحد، عرفتي الكيلومترات اللي ضربنا؟ عمري تخيلت راسي انا نضرب لهم. اكثر رحله شاقه دوزتها في حياتي، ضربنا اخوتي اكثر من 1500 كيلومتر، اكثر من 1500 كيلومتر. شدينا التران الاول ضربنا فيه 27 ساعه، العذاب بلايص ما كاينينش، كنعسوا في الكولوار، الدريات محنين، كتنعس هنايا كيبدا بنادم يشتف عليك ويدوز عليك، واحد التمر عمرك تخيلها. جاي تقرا حتى تصيب راسك في هادشي، تلقيت راسك في هادشي، ولكن مكتوب الله ما عندنا ما نديرو. ضربنا 27 ساعه الطريق باش وصلنا لمدينه لفيف. الناس الاوكرانيين غيعرفوا هاد المدينه. وصلنا لمدينه لفيف اللي قريبه لبولندا، تماك بقينا، عرفتي بقينا واحد شويه تماك، عرفتي ديك المحطه، عمري شفت شي محطه عامره كاع بدوك الناس اللي كان داك النهار، بزاف 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 الناس جايين من كاع المدن الاوكرانيه، من جميع الجنسيات، الافارقه، التوانسه، المغاربه، اوكرانيين بريوسهم كاينين تما تماك. المهم بقينا تماك ومعانا الدريات والناس متحملين المسؤوليه ديال خواتاتهم، قال كاين اللي بنت خالته كتقرا هنا، كاين اللي صديقه ديالو، كاين اللي فهمتي دريات بحال خواتاتك، كتبقى هازده ومنهم. وحق الله هذا الشيء كنعاودو لكم وغيحس به غير الدري اللي كانوا معانا. وصلنا تماك بقينا كنقلبوا على شي وسيله كيفاش غنمشيو، ما عارفينش اصلا الدوله اللي غنمشيو لها، شي تقول بولندا، شي كيقول لك سلوفاكيا، شي كيقول لك هنغاريا، شي كيقول لك رومانيا. المدينه اللي كنا فيها حنا كانت قريبه لبولندا، ولكن بولندا كما عرفتوا كانت مزيره بزاف ما يمكنش نمشيو. المهم ما اختاريناش بولندا. من تماك بقينا تماك الحمد، ولكن الحاجه الزوينه هي كانت الماكله كان دوك الصليب الاحمر كاينين، تقدر شويه تدخل تسخن. جلسنا تماك تقريبا شي 3 السوايع، سمعنا ان كاين واحد التران كيدي من مدينه لفيف لمدينه تشوب اللي قراب ليها حنا دابا. سبعه السوايع عاوتاني في التران، واحد التران كيدير واحد التماره، واحد اقسم لكم يمينا الى البلاصه اللي نعس فيها ما يقدر ينعس فيها حتى واحد. كاين كرسي هنا وكرسي هنا، ثلاثه ثلاثه، انا نعس وسطهم وما كيجلسينش ثلاثه، كيجلسوا بالخمسه. نعس فواحد البلاصه الدراري كاين حدا واحد الشوفاج، عرفتي كيعطيك واحد السخونيه كتحرقك زعما شي حوايج دوزنا. والله خوتي عمرك تخيل انك دوز. ضربنا سبعه السوايع عاوتاني من تماك، بنادم كيبقى ناعس بحال هكا واقف، كاين اللي جالس واحد لي بوزيسيون. المهم وصلنا لمدينه تشوب البارح، وصلنا لمدينه تشوب، عرفتي منين وحنا خارجين من السبت، وحنا خارجين من المدينه اللي ساكنين فيها، مدينه زاباروجي في اوكرانيا، خارجين منها. وصلنا مدينه تشوب كنقلبوا عاوتاني كيفاش نمشيو للحدود، سمعنا هنغاريا مزيانه كدوز، احنا دابا في الحدود ديال هنغاريا. صافي خدينا طاكسيات خلصناهم، جينا لهنايا، جينا لهنايا سيدي البارح مع تسعود، مع تسعود الصباح. واش غنقول لك، تعنصرت تعنصرنا وشحال بقينا نسين وشحال شحال 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 تسخسخنا ديال بصح. الدريات معنا سخفوا، اقسم لكم يمينا لا دريات سخفوا هنايا في هذه البلاصه. الدراري وصل عليهم الليل، كيبان لك واحد كيقفقف بحال هكا في عمره 28 عام 30 عام كيقفقف بالبرد. بقينا نسينو اقسم لكم يمينا الى من تسعود ديال الصباح حتى الربعه ديال الليل. هذا باش انا ركبت. الحاجه الزوينه اللي داروا شي دراري هنايا الله عمر لهم الدار كبار وهادي، سبقوا الدريات فاش جا واحد الكار، سبقوا الدريات هما الاولين يطلعوا يسخنوا، حيت الدريات امبوسيبل يسيبورتي هاد الحاله اللي كنا فيها حنا البارح. وهاد البرد، هاد البرد عمري شفت في حياتي، الا قدرتي 5 دقائق تبقى صابر فيه راه ما بحالك شهر. طلعوا الدريات سخنوا شويه، بقينا حنا موراهم حتى الربعه د الليل، حتى الربعه د الليل. لي بوزيسيون اللي نعسهم البارح، نعس جميع لي بوزيسيون، نعست هنا في هاد البلاصه هادي، في هاد البلاصه هادي نعس متكي والبرد، نعس واقف دخلت واحد القهوه اللي بين الناس، خرجاتني مولاتها قالت لي صافي غنسدو، زعما راه شي تمام راه ما يمكنش. بقينا نسينو خوتي شهر ربعه، وصل ربعه طلعنا عاوتاني باش تطلع شحال خاصك، كيتجمعوا المغاربه كاملين، كاين اللي يلاه جاي باغي يطلع، وانت راه من 9 الصباح كيقول لك انا راه جاي. بقينا كنضاربو، وانا نطلع الحمد لله، درنا دي غروب اورغانيزا داكشي بلي باسبور، طلعنا شدينا بلايصنا، ما طلعش انا نعس، مع طلعت نعس ما حسيتش كيفاش نعس بعدا، الباسبور شادو في يدي تداني النعاس نطفش وطايح قدامي زعما راه الله يحفظ، وحق الله العالي الله يحفظ، الله حافظنا وصافي في هاد الرحله كامله دوزنا. هاد راه ماشي رحله، هاد راه مغامره، هاد راه هروب، عمري شخيت راسي ندوز هاد الرحله هادي وحق الله. من ربعة الليل فقنا مع تسعود، نضنا فطرنا هادي، وحنا كنسينو دابا لي بيس اللي كاينين كاملين يدوزو، تقريبا دابا كاين شي 18 بيس. المهم احنا في الحدود،
حدود الهنغاريه من السبت وحنا خارجين اخوتي من السبت وباقي ما وصلناش باقي ما دزناش الهنغاري باش ندوزو لبيضابيس. شوفوا شحال الكيران شوفوا 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 الناس شحال منشوره. الى البارح كنت باغي ندير غير شي لايف نطمنكم وما قدرتش بالعيا ما قدرتش. شوفوا شحال الناس مجموعه. نتمنوا دابا يا نوصلوا بخير بغينا نرتاحوا شويه وحق الله ما شفناش الراحه تقريبا في السيمانات دابا من الملاجئ للترينات تكرفس الترينات تكرفس المحطات عاوتاني تكا هنا جيتي تقرا تولي شي فحال الحاله. المهم الله يدير لي فيها الخير ويا ربي نوصلوا بخير وعلى خير ومع ذلك هادشي كامل كنحمد الله ونشكره كنحمد الله ونشكر الله ملي باغينا نعيشوا هادشي مرحبا به. الحمد لله غنبقاو ان شاء الله اقوياء كما بدينا من البدايه وعمرنا نبكيو الدراري عمركم تشكيو عمركم تقنطوا من رحمه الله سبحانه وتعالى وحق الله هادشي كامل وصلنا ليه باذن الله ما عرفتش خير راسي نكون في حدود منشور بحال هكا. جينا باش نقراو الحمد لله شفنا نعيشوا ما كنعيشوا كما هي نتمنى نوصلوا ان شاء الله لغنغاري بخير وعلى خير. انفورمسر غادي نطمئنكم على كل شيء تعرفوا راسكم اخوتي.